ولو قال قائل تلك الساعة بعد العصر ساعة لا يصلى فيها، والحديث قال في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهنا عبر بالقيام، ولا يعني أنه إذا دعا يقوم، لا، وهو قائم، لأنه عبر بأحد أركان الصلاة لأهمية هذا الركن وهو القيام، كما أفاد ذلك ابن حجر رحمه الله. ولا يلزم من ذلك أن يقوم، فالأمر في ذلك واسع، دعا الله وهو جالس، دعا الله وهو قائم، لكن كيف وهو يصلي؟ هنا جملة حالية تقيد. يبين ذلك ما جاء عند ابن ماجه أن عبد الله ابن سلام قال يا رسول الله إنها ساعة ليست ساعة صلاة، فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إن العبد إذا جلس يصلي فانتظر الصلاة فهو في صلاة. إذن انتظاره لصلاة المغرب هنا يكون في عداد المصلين، ولا يعني أنه يدعو الله وهو يصلي الصلاة المعروفة، لأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها.